Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Chauffe, on a mis le résumé ta chapitre deuxième. Yani, mais cher résumé, parce que malgré tout, je n'ai résumé faire. Khaf, je n'ai pas comme des idées ou des informations, bah, dire que je l'examen, donc sur le. Sur le. Qu'est-ce qui m'a dit. Donc, معليش, ma ختصرتش فيه بزاف بالك راح يبان لكم طويل مي هو ماشي طويل نشرحوه كيف كيف نفهموا واش معناها شابيتر دوزيام وكاين 3 شابيتر برك مازلنا ان سول شابيتر مور هدايا بيتيتر لو تخوازيام شابيتر هو اللي طويل كاع وخلاص نكملو دونك نبداو بسم الله دوزيام شابيتر واسمو لونتيكيتي واش معناتها لونتيكيتي درنا لا بري هيستوار هذيك المرحله قبل التاريخ دوكا نهضروا على فجر التاريخ يعني البدايه تاع التاريخ les la première des étapes de l'histoire elle commence avec l'invention de l'écriture حاجه الاولى اكتشاف الكتابه en mésopotamie هذه مرحله اسمها ميزوبوتامي ولا بلاد je sais pas je pense ما فهمتش لا مرحله ولا بلاد l'essentiel 3500 سنة قبل لا نيسونس دو جيسوس كريست هذه هي قبل ما يزيد سيدنا عيسى بون في الشابيتر الاول لقيت كاتبين 300 سنة 3000 سنة وفي الدوزيام لقيت 3500 سنة دونك وحدة فيهم سي لا بيريود دي بروميي غران سيفيليزاسيون كو سي كي سو ديفلوب surtout les continents et notamment au cours du bassin de la Méditerranée. يعني في في حوض البحر الأبيض المتوسط ولا كيما نقولوا الشرق كيفاش نعيطوا له هذاك الشرق الأوسط يعني هادو هما الجوايه هما اللي يعرفوا هذا التطور. Par exemple, l'abandon de la démarche empilière وبداو تاني يحوسوا لا ريشيرش دو لا كوز دي مالادي بداو يحوسوا على يفهموا باسكو صراو لهم بزاف امراض وما يعرفوش يعالجوا دونك فجر التاريخ حاجه الاولى اكتشفوا الكتابه بداو يابوندوني وهذوك العفايس الباتيتو وبداو شغل الانسان بدا يفطن دونك الحاجه الاولى بداو لا ريشيرش تاع لي كوز دي مالادي بور تروفي لو ريميد L'homme essaye de se situer dans un univers vivant qu'il veut décrire et classer. L'homme, à ce moment-là, il est dans une place qu'il veut découvrir et qu'il veut décrire. Donc, nous allons parler de l'histoire de l'histoire. Nous allons parler de la préhistoire, nous allons découvrir qu'il veut découvrir en Afrique ou en Afrique en général, qu'il veut découvrir. Non, nous allons parler de l'histoire de l'histoire, qu'il y a une place, par exemple le Yunan, par exemple le Masr. كل حاجة نهدرو التطور اللي صرا فيها نبدأ par la civilisation grecque في اليونان والصرا وهي اللي طويلة قاع وهي اللي فيها بزاف التطور دونك تبعوا اليونان بعد الاخرين يجوكم سهلين الاول قاع فيهم سي أريستوت ولا كيما نعرفوه بالعربية أريستو بين 324 بون من 322 ل 384 قبل ميلاد سيدنا عيسى يعني قبل الميلاد لي بروميي ترافو سيونتيفيك كونسيرنون لا زولوجي اريستو تتفكروا اريستو تفكروا لا زولوجي كان يحب بزاف الحيوانات وكان يحب يقرا عليهم يعني لي بروميي ترافو سيونتيفيك كونسيرنون لا زولوجي سون سو داريستو d'Aristote. Il consacra des études sur les études Tao, la même bazar. Un classement compréhensible d'animaux publié dans un ouvrage. Où est-ce que classa les animaux? Il y a des birmaïdes, un classement compréhensible d'animaux, d'Aro Aristo, publié dans un ouvrage. Ouvrage sur le. كتابات ولا ما عرفتش كيفاش نقول الكلمه بالعربيه ليسونسييل كتابات ولا انسيكلوبيدي اي تو واسمها هيستوريا انيماليوم ليستوار دي زانيمو لا بيولوجي جينيرال دي زانيمو هذا هو لوفراج تاعو وعندو بون هذا الاول تاع ليستوار دي زانيمو و باردون عندو لا بيولوجي جينيرال دي زانيمو تاني راح قلب عليها راح حوس
يعني حوس سيانتيفيكمون قرا سيانتيفيكمون على لي زانيمو مور ما كلاساهم ودار ان اوفراج واسمو بارتيبوس انيماليوم. دونك حتى لدوكا عندنا دوز اوفراج تاع اريستوت، عندنا هيستوريا انيماليوم، انيماليوم كي كلاس على لي زانيمو، وعندنا كي قرا بيولوجيكمون على لي زانيمو دار بارتيبوس انيمالوس. Sur la biologie de développement, on va tenir la biologie de développement, les 15 spécialités. Bon, dès qu'on vidéo, faire les spécialités, Inch'Allah. BD, hadi, biologie de développement, il y a les animaux, mais les choses petites, حتى وين يطوروا. Par exemple, زعما يقرا على اليد, يقرا على العروق, يقرا على لي ديتاي صغار. هذه هي. L'ouvrage تاعو اسمه Génération animale. هكذا نكونو كملنا مع أرسطو الأول تاع لا سيفيليزاسيون غريك. صحيت دوكا نديرو نقراو على تيو فراست، هذا الدوزيام، هذا من 287 ل 300 عفوا 71 قبل الميلاد. هذا واسمو، هذا سي تان إلاف، هذا سي تان فيلوزوف إلاف دو بلاتون. كاين واحد الفيلسوف واسمو بلاتون، سي سون إلاف. Puis c'est le successeur d'Aristote. Smahadat amel ma Aristote. Il a embrassé toutes les sciences. Yani hadat allaq b'ga les sciences. Et aurait composé plus de 200 traités. Yani Allah ybarak. Dar qrib 200 kitab ou 200 hajat traitaha. 200 hajat aljaha. Chi aljaha b'ma'na al-mu'alaja, mais qra fiha w ta'ammaq. Une histoire des plantes. Des traités de cause de la végétation. راح قرا على لي بلانط، قرا على لا فيجيتاسيون دي بيير تاع لي فون، قرا على الرياح، قرا على الحجر، قرا عليهم كاع. دي سانج دي بوتون دو فو دي بواسون. وتاني ليسونسييل تاعو اي كونساكري ا لوبسيرفاسيون دي فيجيتو دو غريس. راح تعمق وأبسيرفا وقرا على لي فيجيتو يعني النباتات تاع اليونان. اي اي دو لوريان باركورو، هادي تاني يعني تاني زاد تعمق على لوريان باركورو اللي هو ليكسبيداسيون د الكسندر. وقيل الكسندر هذا دار كتاب وهو راح تعمق فيه، هذا يعني هذا واش فهمت. تيروفراست هذا الدوزيام مور اريستوت، C'est le père de la botanique. هذا الاسم ديالو. Troisième, في الحضارة اليونانية عندنا هيبوكرات. الأول اسمه تيروبراست. ولا بون. تيوفراست، باردون، تيوفراست. ولا troisième c'est هيبوكراست. هذا من 377 ل 466 460 عفوا قبل الميلاد. توجور رانا قبل الميلاد. سي لو بير دو لا ميديسين. هيبوكرات هذايا هو اب طب اوكسيدونتال. لي طرافو تاعو ريغروبي دون 60 ليفر، دار 60 كتاب دو كوربوس هيبوكرات. هيبوكراتكوم سماهم كوربوس هيبوكراتكوم، وعندو 60 كتاب. Le soin était fondé sur les connaissances acquises par le médecin. يعني كان يدير ابحاث وكلش باش يسوانيهم، ما كانش يسوانيهم هكاك او هازار. La prescription d'une thérapeutique aussi prudent que possible. هايلي كان بزاف prudent هذا هيبوكراست. كان طبيب، اختصروا عليه، كان طبيب، دار 60 كتاب، المجموعة تاع الكتابات واسمها كوربوس هيبوكراتكوم. لو سوان تاعو كان بزاف ديتايي، كان يقرا قبل ما يداوي، وكان بزاف برودون، يعني كان بزاف دقيق. هذه هي. لحقنا للرابع. بون ماشي الرابع، سي الرابع، سي كلود غاليان. هذا جا مور ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، من 130 ميلادي ل 200. سبيسياليست دو لا
des animaux. يعني كان يشرح الحيوانات surtout les singes. Les singes notamment. كان يشرح كيفاش les singes. يعني احنا نقول لهم بالعامية الشوادة. Démonstration du rôle du cerveau. هذا تاني وشرح راح شرح العقل وراح شاف الغول تاعو مع لا كونتراكسيون موسكولار كيفاش بلي العقل هو اللي يبعث الرساله باش هذاك الموسكل سوا يتقبض سوا يتبسط. كلود غاليا. Conclusion erronée sur le système cardiovasculaire. La qu'on a le système cardiovasculaire. يعني بين القلب و ماش المهم système cardiovasculaire. Tout ماش فاو عليه هذا اسم تاعو كلود غاليان. Reprend la doctrine des quatre éléments d'Hippocrate. هذا واش راح دار راح كم وقيل كتابات ولا بون تاع هيبوكرات اللي هضرنا عليه مقبل وراح عاود تقرا عليهم كات اليمون ديبوكرات فوالا لو غالينيزم. هذا لو غالينيزم ما فهمتوش انا في الاول راح تقلبت عليه في جوجل ترادكسيون. Apparemment, هذا لو غالينيزم قلبت عليه في جوجل مام c'est une méthode de soins. كانوا يداويو بها طريقة كانوا يداويو بها في وقتهم. Sur l'existence des quatre humeurs. يعني هذا واش راح قسم بلي الأمراض تكون على بسبة quatre éléments. يعني على حسب ما فهمت أنا يعني فهمكم. La chaleur, le froid, l'humidité, la sécheresse. هذا قسم لنا شغل الطقس. Et trois esprits. كاين trois esprits. كاين esprit vital. Pour le corps, qu'il y a un esprit naturel pour le foie, le kibda, ou qu'il y a un esprit naturel pour le cerveau. C'est l'altération de ses principes et à l'origine des maladies. Yani, les principes ou les choses qui sortent de nous, les sortent de nous, qui sont toujours traités avec les maladies ou la... هكذا. Il écrit un grand nombre de traités sur l'anatomie humaine. Oui, راح قرا على التشريح مور ما شرح وكلش باسكو رانا قلنا عليه في الاول spécialiste dans la dissection des animaux. يعني هو شرح وقرا على العقل وقرا بلي عنده سيستم وقرا على السيستم كارديوفاسكولار قرا على لو سيرفو اي تو. Donc il a écrit un grand nombre de traités. كتب بزاف كتابات شغل العلاجات تعالج فيهم اي تو sur l'anatomie humaine. يعني على الانسان نورمالمون هذا الاخر وي هذا هو الاخر فيهم سي او بلين لونسيان او بلين لونسيان هذا من 23 يعني هذا بزاف 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 قديم من 23 من 23 ل 79 قبل الميلاد سنه 23 ل 79 قبل الميلاد هذا او بلين لونسيان شوفوا تبعوا معايا واش يكون ناتوراليست حاجه الاولى عنده علاقه بالطبيعه يقرا على الطبيعه ناتوراليست ميليتير مور لور دو لوريبسيون دو فيسيوف كاين فيسيوف هذا اسمه مات في الحقبه تاعو ولا مش وجد لهم اباده ولا ليسونسيال يعني هذا سي ان ناتوراليست ميليتير il a publié historia naturelle publié encyclopédie ou la traité ou la l'essentiel ou sma historia naturelle l'histoire de la nature il consacre 4 livres aux animaux صنفنا 4 كتابات غير les animaux il étudiait les animaux terrestres les poissons marins ou تاع les rivières les oiseaux et les insectes donc Euplin, l'ancien, هذا واش نقولوا عليه ناتوراليست ميليتير بيبليا ليستوريا ناتورال il consacre 4 livres aux animaux ou étudia les animaux كاع presque terrestres تاع الارض les poissons تاع البحر وتاع les rivières les oiseaux et les insectes هكذا نكونوا كملنا
مع لا سيفيليزاسيون غريك اللي هي طويلة. لا سيفيليزاسيون رومان هذه هايلة باسكو ما فيها حتى حاجة. شوفوا لا سيفيليزاسيون رومان، لا تكنولوجي ايتي ديفلوبي، هنا كانوا يطوروا روحهم تكنولوجيا، كانوا يحوسوا على الدفاع وكانوا يحوسوا على الكوتي ميليتار. لا سيونس ما كانوش لاتين بها لي رومان، الرومانيين ما كانوش لاتين بلا سيونس. إلا في دي زوكوباسيون باردون ميليتار، كانوا لاتين بالحرب. لي سيونس نو كونيرون با ان ايزور ديتيرمينون، يعني لا سيونس في الحقبة الرومانية ما عرفت حتى تطور، ولا تكنولوجي برك اللي كانت ديفلوبي. هذا واش نهضر على لا سيفيليزاسيون الرومان. دوكا لا سيفيليزاسيون ميزوبوتاميان، le transmet des savoirs biologiques se transmet grâce à l'invention de l'écriture. Donc rana bdina fl bon rana nhadro déjà et qui chaf le kitab hadou gakt hadou gal hadat كانوا في عصر اللي اكتشفوا فيه الكتابه الانتيكيتي ولا بون اسمها واعرين ان شاء الله اسمها لونتيكيتي. وي جبتها صحيحه. اه يا سافا. دونك توجور هذه في لونتيكيتي في فجر التاريخ اكتشفوا فيها الكتابه، هذه مفروغ منها. لو ترونسمي دي سافوار بيولوجي، كيفاش كانوا يرسلوا هذه المعلومات البيولوجيه؟ غراس ا لانفونسيون دو ليكريتور كونيفورم. هذه في لا سيفيليزاسيون ميزوبوتاميان كاين هذه ايكريتور كونيفورم، شغل واقيل تاعهم سبيسيال ولا par des recettes pardon thérapeutiques. دونك هذا واش قالوا لنا عليها لا سيفيليزاسيون اون جينيرال. دوك نهضروا على لي ريشيرش. قال لك لو ترانسميت على لي سافوار كان غراس ا لانفونسيون دو ليكريتور كونيفورم دونك سبيسيال شغل تاع لا سيونس كونيفورم. الى راكو كتبوها معاكم او ميم طون par des recettes thérapeutiques هكذا. الاول تاعهم الباحث الاول سي اكتوس داميد من 502 ل 575 ميلادي، دونك هذا ما راهوش بعيد بزاف. علاش هو اسمه اكتوس؟ علاش عيطوا له داميد؟ باسكو زاد في اميد، هذه وين جايه؟ في ميزوبوتامي. دونك هذه ميزوبوتامي سي ان اندرو. سون تريتي دو ميدسين اون سي ليفر لو تيترا بيبلوس. هذايا اكتوس داميد واش دار؟ دارنا بون حاجه الاولى تبع لا ميديسين ودارنا 6 كتابات واسمهم لهذاك المجموع تاعهم واسمو لو تيترا بيبلوس. تيترا بيبلوس فيست كومبيلاسيون دو تكست دو ميديسين انتيريور. دونك الطب الداخلي دار عليه 6 كتابات، المجموعة تاع 6 كتابات واسمو تيترا بيبلوس واسمو اكتوس داميد باسكو إلي ني اون اميد اون ميزو بوتامي سافا. إل اجوتي لي سيتاسيون دي زوتور غريك. هذا واقيل كان يحب الباحثين اليونانيين اللي قلنا عليهم سي تفكرهم كيف ارسطوط و تيروبا بون اسمعوا تاعهم فريمون بزاف واعرين. عندكم زهر برك في سيكو راح يحطوا لكم فري وفو دونك ما راحش تتلف لكم بزاف. بون تيوفراست و هيبوكرات و كلود غاليان راني ندير لكم هكا باش نرجعوا كيف و اوبلين لونسيان. دونك هذا اكتوس داميت قلنا الى جوتي لي سيتاسيون دي زوتور دونك كان يحط المقولات تاعهم يحط في الابحاث تاعو يزيد يحط المعلومات تاعهم. il étudiait la goutte qu'il distingue de rhumatisme. شوفوا قرا على الروماتيزم، هذا طبيب اكتوس داميد قرا على الاناتومي قرا على لي مالادي دوي جينيكولوجي ديابيتري ديبيتري باردون دوبستيتريك. بون هادو ما يعني كيفاش نقولو شغل دي برانش فوالا اناتومي مالادي دو جينيكولوجي دي فيتري دوبستيتريك فوالا. اون تروف اوسي
la description de divers parasites et des animaux. تاني نلقاو في الكتابة تاعو اسمو هاد الكتابة تاعو باش نتفكروهم تيترا بيبلوس نلقاو فيهم تاني دي ديسكريبسيون يعني تعاريف تاع مجموعة من الحيوانات والنباتات. شوفوا هذا واش كاين في لا سيفيليزاسيون ميزوبوتاميان. دونك دوكا حتى لدوكا واش درنا سيفيليزاسيون غريك سيفيليزاسيون رومان ميزوبوتاميان سيفيليزاسيون ايجيبسيان حضارة المصرية ديفلوبمون دون لو دومين ميديكال كانوا متطورين في الطب. لو بابيروس اوبرس هذا لو بابيروس اوبرس فينالمون سي ان ليفر ما ماشي لا ليفر ولا انسيكلوبيدي ولا بصح قديم بزاف لقاوه في مصر دونك عرفوا بلي عنده علاقه بالحضاره المصريه اي لان دو بلوز انسيان تريتي دو ميدسين دونك في مصر الحضاره المصريه باش كانت معروفه بالطب تروفي 1830 افون جيسيس كريست معني قبل 1830 قبل ميلاد سيدنا عيسى وفيه 110 باج قلنا بابيروس اوبرس هذا هو الاسم ديالو سي لو بلو لون بابيروس دو ميدسين هو الطويل كاع الكتاب الطويل تاع الميدسين لقاوه في مصر واسمو بابيروس اوبرس الى بورد لا ديرماتولوجي يعني عنده علاقه يقرا على الجلد لي مالادي ديجيستيف تروماتيزم جينيكولوجي soins dentaires, connaissance de l'anatomie humaine et quelques animaux. حضر المصرية كانت معروفة بالطب. Normalement, ça va. قلنا لقاو عندهم هذا papyrus ebers, فيه dermatologie, maladie digestive, traumatisme, gynécologie, les soins dentaires. Donc, الطب عموما. Civilisation chinoise. شوف السيفيليزاسيون شينواز بون بور لي كانوا يتفرجوا ميكيات وكانوا عندهم غولاسيون زعما بون يعني يورونا تاع شناوا هكا كانوا توجور يوري لو كان يكون في ميكي يخرج واحد شينوي هذاك الشينوي يخرج بلي يداوي يحب لي بلانت ولا يداوي بلي بلانت دونك سيفيليزاسيون شينواز شفوا عليها بلي عندها علاقه شوفوا الشينواز شجر هذه استيز برك عطيتها لكم شفوا عليها بلي كانوا يحبوا لي بلانت ويداويو بهم اوزاج دي بلانت دون لو ميدسان دون لا ميدسين باردون اي ديفلوبي كان التطور تاعهم يعني يعالجوا بالاعشاب شينونغ هذا إلي كونسيديري كوم لو بروميي فارماسيان دونك كانوا يعالجوا بالطب سما الطب بالاعشاب سما شغل لا فارماسي La pharmacologie. Il a écrit une des premiers pharmacopies remèdes issus de minéraux, plantes et animaux. Hadamakan ou Shvehal, la civilisation chinoise. Usage des plantes dans la médecine. Kan développé. شنونغ هذا شنونغ هذا واش هضرنا هضرنا غير على شنونغ وكان كوم كونسيديري كوم لي بروميي فارماسيان الى ايكري اون دي بروميي فارماكوبي يعني تاع الوصفات ولا تاع اللي عندها علاقه بالفارماسي فارماسولوجي بون طيب اون جينيرال انا نقول لكم فارماسي سما شغل الصيدليه رميد لي رميد يعني الادويه ولا العلاجات ايسو دو مينيرو بلانت يعني جابهم من لي بلانت ومن لي زانيم هذا ما كان شابيتر دوزيام كملنا بقى لنا ان سول شابيتر نعاودو نراجعو برك لي سيفيليزاسيون لي شفناهم كاع سيفيليزاسيون غريك هاي ليك الاولى هي اللي مطوره كاع يعني هي اللي ماشي مطوره كاع مي هي اللي شغل فيها بزاف فيها اريستوت فيها تيوفراست ايبوفراست فيها كلود غاليا فيها اوبلين لونسيان لا سيفيليزاسيون رومان
قلنا ما كانوش 30، هادو كانوا 30 بالحرب، والديفلوبمون كان في التكنولوجي. سيفيليزاسيون ميزوبوتاميان، هضرنا برك على لو ترونسمي دي سافوار، قلنا باللي كان غراس على لانفونسيون دو ليكريتور كونيفورم، وكان بار دي روسيت تيروبوتيك. في السيفيليزاسيون ميزوبوتاميان هضرنا غير على اكتوس داميد، هذا قلنا كان ميدسان قرا على الروماتيزم، قرا عليهم على الاناتومي لي مالادي دو اكسيتيرا اكسيتيرا. لا سيفيليزاسيون ايجيبسيان قلنا لقاو عندهم لو بابيروس ايبرس، هذايا هو القديم كامل في الطب، الكتاب القديم كاع 1830 قبل الميلاد. الى بورت قلنا لا داتولوجي لي مالادي ديجستيف تروماتيزم جينيكولوجي لو سوين دونتير اكسيتيرا. لا سيفيليزاسيون شينواز اللي هي الاخرى، قلنا كنحبوا يحبوا النباتات، قلت لكم الشينواز الشجر، دونك عندكم على هكا شينونغ هاي اللي كحسها هذا اخرى شينونغ، هذا ثاني الي كونسيديري كوم لي بروميي فارماسيان. قلنا بلي دار دي روماد، ودار الاول الكتاب الاول تاع اللي عنده علاقه بلا فارماسولوجي داروه هو، وكان لي روماد تاعو العلاجات كانوا مستخلصين من دي مينيرو بلانت ومن لي زانيمو. هذا ما كان خاوتي، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. مازال نسو شابيتر بتاتخ نطول شويه، بالك ساعه هكا القسمه نوجد الريزومي يعني ننسي نفهمه باش نلحق لكم ليدي. ما تنساونيش متعاوي الخير، وان شاء الله نكون سهلت عليكم، وان شاء الله ربي يوفقكم كاع. ما تخافوش، كوراج كويفيسيون 1 لازم تكارطونيو فيها، لازم تخبشو، وان شاء الله تدوا السماسخ تاعكم كامل، والسلام عليكم.